pelvic bone. هذا الإليا وهاي الإلياك فوس. هذا الساكرال وهذه التب ساكرال وهذا الكوكسيس وهذه التب أوف كوكسيس وهذه بيوبك سيمفيسيس بس مكسوم. هذا الإليو تكتينيال لاين إليو تكتينيال لاين. وإذا إجا البوينتر بس هنا أنا فهو البكتينيال لاين. هذه الجريتر سياتيك فورامن وهذه اللسر سياتيك فورامن. هذا الليجمنت اسمه الساكرو سباينس ليجمنت. هذا الساكرم جزء من الساكرم وهذا السباين مالت الإليك. إليك شكله مهتلف ما أدري شلونه. المهم هذا السباين فاسمه ساكرو سباينس. السباين مالت الإيشا ساكرو سباينو ليجمنت. بينما هذا الليجمنت الثاني ساكرو تيوبيروس ليجمنت. يعني هذه التيوبيروسيتي اوف ايشيال او ايشيال تيوبيروسيتي. يمكن هي هنا ايشيال تيوبيروسيتي. الانتيريور سوبيريور ايليك سباين هذا الانتيريور سوبيريور ايليك سباين وهذا البوستيريور سوبيريور ايليك سباين. لا ما اعرف بالضبط. هذا anterior superior iliac spine posterior superior iliac spine وهذه الإلياك crest. هاي نراجع صور البونز لازم نراجع يعني لازم نراجعها. بس هنا انا جاي نرجع على تبقى ببالنا الاشياء اللي هو وراتها. هذه المنطقه اسمها sacro promontory فد اسم بيه ساكرو برومنتري. هذه ساكرو برومنتري نطلع هنا. هاي الأوبتيوريتر فورامينة كلها ككل أوبتيوريتر فورامينة. خريدك نزله الأوبتيوريتر فورامين. هذه بيها ممبرين يسدها اسمها obturator membrane واكو كنال obturator. هذه مو هذه ثقب بالممبرين. هذا الobturator كنال. نعيد صار عندنا greater sciatic foramina lesser sciatic foramina sacro spinous ligament and sacro tuberous ligament obturator foramina obturator membrane and this is obturator canal. هذا السبوت خلص سديته؟ اوكي. هذا هو البوني pelvis. هسه نجي على الوول اوف ذا pelvis. هذا نفس الفيو anteriorly. واضح التصوير من يمك. هذه المصل إلياكس هاي سواس وهاي إليو نزلت أز إليو سواس مصل. هذا which nerve femoral anterior this is femoral nerve وهذا الإلياك crest anterior superior إلياك spine. هذه أوكي. هذه المصل هي obturator internus وهذه المصل وهذه الفورامين اللي شفناها قبل شويه obturator canal وهذا النيرف انت obturator نيرف اللي قبل شويه شفنا obturator canal obturator membrane and obturator foramen. هنا الممبرين فوقها صاير obturator internus muscle والobturator canal and obturator
نعم. لاحظ هنا هذا كله هو sacral plexus. sacral plexus اللي جاي من أول اثنين, هذول أول اثنين هما اللمبو sacral trunk. أول اثنين لمبو sacral trunk, إذا إجا دمبو سين عليهم سوا. بينما هذه S1 S2 S3 تنطي هذا شنو اسمه لمبو sacral plexus. ندور لي ورا نشوف which muscle gluteus minimus muscle which muscle piriforms muscle. هذه المفروض ها هي هاي شنو كلها هذه كلها greater sciatic foramen واللي بين محتوياتها هو piriforms muscle. فالسياتيك نيرف هو من المحتوى اللي صاير inferior to the piriforms muscle. هذا هو sciatic nerve. اما هذه البرانشات اذا لفوها كلها بسيم مثل ما سووا بالفيشال نيرف شنو هي هذه؟ هذه branches from sacral plexus. ما نقدر نميزها branches from sacral plexus. وهذا قلنا لا ننسى sciatic nerve. أتوقع ما نسينا شيء. حكينا عن الإيوبكتينيال لان, بكتينيال لان, تيب أوف كوكسياكس, بيوبك سيمفيسز, ساكرام, الإيليام, الإيشيوم. ما مو كلش شفنا الإيشيوم بهذا السبوت. وين الإيشيوم؟ يمكن هذا الإيشيوم. هذا هو الإيشيوم, الإيشيوم فون, وهذا الإيليام, وهذا البيوبك فون. حكينا عن الجريتر والليسر سياتيك فورامينا, ساكرو تيوبيرس, ساكرو سباينس ليجامنت. حكينا عن الإليك فوسا والانتيرير سوبيرا إليك سباين, الساكرال برومنتري حكينا, الأوبتوريتر فورامين ممبرين أند كانال, المسلز هاي كلها, الثمورال نيرف, ساكرال أوبتوريتر. أوكي هسا كل شيء خلصنا بالنسبة لل وول أند دي بوني بيلفس. ندخل ب another spot هي ميل أند فيميل بيلفس, ونلاحظ البيلفس دائما هذا السبوت هو فيميل. الدورة هذا هو فيميل, حتى أنا ما أشوف. هذا هو البيلفس دايفرام, هذا هو البيلفس دايفرام, بيلفس دايفرام. ها اللي يتكون من كوكسيجياس مصل, إذا إجا هنا بوينتر المفروض نقول كوكسيجياس مصل, وإذا هنا هذا الكيوبوركتالس بورشن أوف الفيبر A9 مصل. نلاحظ بي ثلاث أشياء. نلاحظ الركتال أمبولة اللي هسه قاعد فيها هذا قلم, سيرفكس أوف يوتيرس ركتال أمبولة, سيرفكس أوف يوتيرس and urinary bladder and this opening for urethra. وهنا هذا المثلث هو the trigon. هذا أوكي خلص لحد هنا. نجي نراجع هنا الفيزلز النيرفز والمسلز. نلاحظ الإلياكس مصل مثل ما قلنا, سواس مصل and إليو سواس مصل. which nerve؟ هذا femoral nerve. هذه شنو؟ external iliac vein. هذا external iliac vein عبر من السافينس اوبنينج. لا هنا هو شنو عيني؟ لا لا هنا وين السافينس؟ من يعبر يصير فيمورال, هنا يدخل للسافينس جريتر سافينس. اوكي صح. اذا هذا هو external iliac وهذا internal external iliac artery. external iliac vein artery على نفس الترتيب, vein artery nerve. هنا راح يصيرون فيصير femoral vein, femoral artery and femoral nerve. هذه نفسه هو الفيمورال. هنا اكو بعد شيء, هذا نفس الترتيب مثل الفينز. هذول ما عرفت شنو هم. sciatic nerve نفس الشيء هنا, هذا piriforms muscle, هذه ما تخصنا المصلات الثانية, هذه هذا هو جميل هو sciatic. هذه نفسها sciatic nerve.
اي هذا الكلمات والله زين هذا الميل بيلفيس نفس الشيء لاحظ البيلفيس دايفرام الكوكسيجياس مصل الليفيتر اي ناي مصل يعني هذا مكانها كلها هنا بس نلاحظ شغلتين يعني نلاحظ الركض الامبوله اند الاوبننج مالت اليوريثرا بس وين عيني هذه الاوبننج مالت اليوريثرا لان البلادر ما طالع هنا أنا. البلادر ماكو بس الاوبننج اوف يوريثرا هنا شنو هذا وش ليجمنت انجواينال ليجمنت هذا وش نيرف فيمورال نيرف هنا فيمورال فين فيمورال ارتري اند فيمورال نيرف هنا نفس الترتيب بس يكون اكسترنال اند اكسترنال فين اكسترنال اليك فين اند اكسترنال اليك ارتري اذا الدوره اللي وراها نفس اللي حكيناها قبل شويه هذا السياتيك هذه الباريفورمس مصل وهذه الجلوتيوس هاي ميديوس هاي مينيموس هاي ميديوس هاي ميديوس هاي مصل هي الليفيتر اني مصل هي البيوبركتالس بورشن اوف الليفيتر الليفيتر اني مصل اللي هي هذه هذه بقايا الجلوتيوس ماكسيموس مشروعه بقالنا بس هذا السبوت هذا فور فيميل في شويه اشياء هذا اكثر من مره شارحين السبوت واكثر من مره جايين عيده هذه البلادر واليوريترال اوبننج هذه الفاجينال اوبننج واليوترس نصعد فوق اليوترس هذا كله يوترس هنا وهذه الفالوبيان تيوب وقال الدكتور صالح انه هذا هو الاوفري هذا هو الاوفري هذا فالوبيان تيوب هذا هو الاوفري هذه الركتم وهذه الانال كانال نانا الباوتش اوف ديجلوس او الركتو يوتيراين باوتش وهذا اليوترو فازايكل باوتش هذه كلها معلومات ما فيها قبل اللي همنا الان هو هنانا الياكس مصل سواس مصل انجواينال ليجمنت فيمورال نير فيمورال ارتري فيمورال فين external iliac هذه طبعا external iliac vein and artery وهذا شنو the common iliac common iliac common iliac شنو vein common iliac vein نلاحظ هذا شنو هذا which nerve هذا which structure yes it is the ureter مو nerve هذا اليوريتر مفتوح وهذه الفينات اللي مفترة هيجي هي هذه هي المفروض internal iliac veins هذه هي internal iliac veins هذا قلنا external وهذه internal iliac veins ما نسينا شي مو trigon ما يطلع كل شي هذا trigon هسه اللي نسيتها اي هسه نجيبهن لا اكو واحد فيهم هسه طلع نفس الشيء ما كان شيء جديد خلينا هنا الياكس سواس هنا الاكسترنال ايليك هذا ارتري بين مشلوع هذا مكتوب هذا internal وهذا external iliac هذا هم artery هذا artery اللي بين مشلوع بحيث هنا يكمل femoral هنا البلادر البلادر هذا الركتل ampulla وهذه الانال كنال هذا شوية من الركتم وهذا الانال كنال اي هو قبل شوية حتى هاي يسميها الركتم وهذه الانال كنال هذه البلادر اليو يوريترا يوريترا بروستيت زين كل زين انا مكان البروستيت بلس لا بس الباوتش هنا هذا كارتيو وين هذا شنو؟ ساكرال فلكسس هذا شنو؟
اوبتيوريتر نيرف اوبتيوريتر نيرف دي ان جاي يمر من خلال الاوبتيوريتر كانال هذه هاي مين شلون راح اميز الركتم هذا الركتم هذه هيك جاييني قدام بس نقدر نعرف الركتم هاي البلادر يعني ما ادري اذا هذه بلادر يعني هذا ركتم هذا اكيد ركتم اكيد البلادر مو المرات قبال اليو اليوترس بس هنا يعني يطلع هنا وينزل المفروض عموما هذه اللي بسوس مص بسوس يمكن هي هاي بسوس بعد ما ادري وهاي الياكس هذه شنو؟ فمرال ايش قلت لهم؟ فمرال نيرف فمرال نيرف لا لا قطعه شيء حلو قطعه هذه نفس الشيء هنا السياتيك والبايريفورمز مصر It's all. I thought.